انا الجدالي رشيده، رئيسه الجمعيه ديال احداث 16 ماي وارمله بن عدي العربي. انا ارمله خلالي الراجل ديالي ثلاثه البنيزات. ما كنتش عمرني تنحلم ان راجلي غيموت في الاحداث ديال هاد الارهاب، ولكن مع الوقت تقبلتها، ما عندي ما ندير. نهار الكارثه راجلي خرج مع صحابه باش يشرب قهوه بحال صحابه، في الليل ما دخلش، ولكن ما كانش عندي فكره ان راجلي غادي يكون من دوك الناس اللي تفرقعوا في الاسبان، في كازا دي اسبانيا. المهم بقيت كنتسنى حتى ما كنعيط ليه، التليفون ديالو تقطع، ما بقاش عندي اتصال به. بقيت مخلوعه عليه ايفيكتيفمون. كانت بنتي عندها الغد ليه بان غادي تدوز السنه الرابعه امتحان تجريبي، بقات كتنط مع الجوج كتقول لي ماما بابا ما جاش. نقول لها لا ما بغيتش انا، بوغ موا راه غادي يكون خارج وقع شي حاجه، يقدر الصباح يجي. ما كانش عندي فكره الارهاب نهائيا، حيت حنا المغرب ديالنا الحمد لله عمره ما وقع ليه بحال هذه الكارثه اللي وقعت في 2003. المهم الصباح مع 7 الصباح نط باش غنوجد لبنتي باش تمشي للمدرسه، اتصلت بخو باش نزيد نطمئن نشوف علاش، حيت كانت عندي واحد كنت عرفتو بان خو غيمشي لفرنسا في الصباح بكري. من عيط لخو بدا كيتفتف خليته. المهم انا عرفت بان لاكاسا دي سبان وقع داكشي في 12 الليل، داز داكشي في الجريده داز، ولكن ما عنديش الفكره بان راجلي معاهم. حتى الصباح تنهضر مع اختي قلت لها ناري راه ما جاش، ويقول لها قولي ليها راه راجلها راه تيمشي لاكاسا دي سبان، تمشي تسول. ايفيكتيفمون هزيت التليفون عاودت عيطت لوسي قلت لي شوف قول لي الله يعطيك الستر، واش راجلي مع هذوك الناس اللي هذاك، واش عندك شي خبر على خوك؟ واش هو بدا تيطمئني، ولكن او ميم طو كنحس بيه اني با نورمال، ماشي هو هذاك. صافي ديك الساعه خرج حطيت بنتي في المدرسه، طرقت خويا هزيتو قلت لي شوف الله يعطيك الستر كاينه شي حاجه، كاينه انا حيت انا راه راجلي راه اش كاين واش كاين. المهم هزيت انايا قلوعي مشيت كنسول لدرجه انني خويا قال لي نمشيو نسولوا الكلينيكات، راه دوك اللي ضربوا عي شويه راه هما داوهم الكلينيكات. المهم مشيت للكلينيك دخلت كنسول، ايفيكتيفمون قال لي خويا وسولي على ولد خالته راه تيكون معاه. ملي سولته قال لي راه يلاه سولوا عليهم. تما كانت عندي الفكره وكنت عرفت بان راجلي كاين مع دوك الناس اللي ضربوه في لاكازا دي سبان. المهم مشيت كنجري نجري نجري حتى شي 10، حيت داكشي كان مرون، حيت امر ما وقع في المغرب عمر داكشي، ما كانش عندنا خبره ان غادي يوقع الارهاب ولا غتوقع شي حاجه. كان كلشي مبرزط، كلشي مخربق، كلشي مدوخ. اللي مات ما ماتش، اللي حي ماشي حي. المهم بقيت كنسول حتى شي 11، اخر حاجه قالوا يا سيري لامور. مشيت لامور صيفطت واحد السيد تيخدم معايا دخل تما باش غادي يتواجه، غادي يلقى خوه تما في لامور. صافي هو يخرج شاد راسو قال لي اش كان راجل لابسك راجلك. هذاك النهار عمرني ما غنساه وعمر ما غيتنسى لي لا انا لا وليداتي. المهم كانت كارثه، وكارثه اللي عمرها ما غتنسى، وانا اللي حاسه بها والارامل ديالي هما اللي حاسين بها، ان الراجل كان معاك وشا تيشرب وتياكل معاك وكل شيء، خرج ما تلاش رجع. المهم الله ياخذ في الحق في هادو اللي تعدوا عليا وتعدوا لي على وليداتي، انا ما نسمح لهم الدنيا لا اخره. وكانت تما الفاجعه ان راجلي قالوا لي راه توفى، وتوفى مع دوك الضحايا. وقاومت ونط تقعدت، انا صافي ديك الساعه كنشوف راسي بقيت بوحدي عي انا ولادي، ما كاين لا اب لا والو. وتنشوف بنيتي مازال بقى ما انا مني سمعتو مات ما نكذبش عليك، كنشوف ان ما تقبلتهاش، كنقول لا باقي مازال كيحلم معايا، مازال باغي نديرو، مازال ما تقبلش انه مات، ما تقبلتهاش نهائيا واحد المده باش تقبلت. ولحد الان اقسم يمينا لا دي فوا تنكون باركه وتنقول يا ريت نكون عيت تنحلم، يا ريت نكون تنحلم بان حتى واحد ما كتمنى ليه يموت بهالطريقه ويتعداو عليه بهالطريقه. الله ياخذ فيهم الحق، هادشي اللي كاين.